أظن واحدة من أهم الأشياء اللي لازم نركز عليها في الوطن العربي إن نسوي بودكاستات أكثر. حالياً عندنا عدد من البودكاستات اللي موجودة في الوطن العربي، لكن نحتاج أكثر. مثل دبي فيست الحين قاعد تحتضن البودكاستية وتنقل خبراتهم، أظن أيضاً هذا مناسب ويساعد الناس اللي ما يعرفون للبودكاست إنه يدخلون في هذا الجو العام. في المستقبل قد يكون هذا الشيء يصير، إن إذا صار عندنا الميتافيرس، هذا عالم جديد ممكن ندخله ومن خلال هذا العالم ننشر أيضاً البودكاست. بس حالياً إحنا نعيش في العالم الحقيقي وليس الافتراضي، وأتمنى أن نحتضن أكبر عدد من البودكاستية في هذا العالم ونمكنهم أكثر.